احنا توا في قسم الكوفيد بوحده الجراحه الغالبه بالقيروان. قداش من طبيب انعاش في القسم؟ لا تما ترسيح تما احنا لي ريزيدون بليزيور ريزيدون معناتها تما ديزان صار لنا تقريبا بالواجب الحمد لله. سمعنا انه ثم نقص في الاعداد الاطباء. اكيد ثم نقص معناتها في لي زانفيرميي. اكيد ثم نقص خاصه بالنسبه للبيرسونيل الانفيرمي معناتها لو نخدموا هذاك دو زانفيرمي انا سوانيون بدينا من الاولى هذاك ان سول انفيرمي انا سوانيون فهمني. بالنسبه للسيستاسيون والديسيرتاسيون معناتها ما تنجمش تخدم هذاك سول انفيرمي معناتها ايد سوانيون خاطر عندنا لي ديكوب دي سونترال عندنا تحويل المرضى للطوميس برشا حاجات معناتها ماهوش اخت سوان اخت سيرفالونس رابروشي تنجم تخدم واحد بركه. نحاولوا معناتها اهم حاجه يوفروا لنا توكا البيرسونيل بالاخص باراميديكال وان شاء الله من حسن الى احسن. كنت تعطيني ثلاثه حاجات ايجابيه في السيرفيس هذا؟ والله طول المومون الحمد لله معناتها ثم سيرفيس رابروشي الناس كلها واقفين هذيك الحاجه اهم حاجه. المرضى يتجاوبوا معنا بكدا توا الماتريال الحمد لله بدا يتوفر من قدام اول ما بدينا لتوا تحسنا برشا تقريبا ربيع لي باسيون افيك دي سكوب عن لي ريسبيراتور عن لي اباري دو فلو الحمد لله توصلنا عندنا لاباري نتاع الراديو ولات عندنا بنفس البلاس سافا سو لي باسيون موجود كل شيء زاد ناقصين شويه اما تنحسنوا بشويه بشويه عندنا لانو هذه حاجه باهيه برشا. واهم حاجه معناتها الحضور في كل وقت والناس كلها واقفه من لي بيرسونيل باراميديكال سوانيون الناس كلها تعطي الماكسيموم نتاعها هذيك الحاجه باهيه هذه اهم حاجه. القسم هذا يزيد ممكن حاجه نسيتها انه هو حقق نسبه عاليه من انقاذ حياه برشا ناس. الحمد لله واحد يعطي اللي عنده وان شاء الله معناتها النتيجه تاعك حتى الان نتيجه باهيه وان شاء الله نتواصلوا في النتيجه الباهيه هذه معنا. تجربتك انت كطبيب مقيم قداش عندك ساعه؟ والله برومير ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. عايشك. تجربتك جيت طول مع الكوفيد؟ اي جينا في سيتياسيون دو فيزا ما صرا واحد يتعب شويه لاباس جيت شويه معناتها تعب في الكومونتال فيزيك اما يتعوض كل شيء الحمد لله ان شاء الله المرضى وكاوي يمنع الماكسيموم ولا بأس. يعطيك الصحة.